إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا من السليمانية مراسلنا مخلد محمد. أهلا بك مخلد في نشرة الخلاصة، يعني حدثنا عن تفاصيل وحيثيات الهجوم الذي حصل على حقل كورمور بالسليمانية. نعم، اليوم طبعا تحية طيبة لكم ولمتابعي ومنافسة القضايا. طبعا اليوم ليس حقل كورمور الخاص بإنتاج الغاز في السليمانية، يعني هذه ليست المرة. اليوم كان الاستهداف بطريقة جديدة، هي باستخدام الطائرات المسيرة. في المرات السابقة كان هناك صواريخ تفقد في المكان، يعني عدة أماكن بعيدة عن السليمانية، وتستهدف هذه الحقل والذي أكثر من مرة تم الاستهداف. الحادث اليوم كان يعني في كثير من التعقيد في إصابة عدد من العاملين، وخصوصا هنالك أنباء تؤكد بإصابة شخصين من الأجانب العاملين بالكوادر حقل كورمور، وكذلك هنالك إصابات أخرى تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشخاص بجراء هذا القصف. طبعا هذا القصف يعتبر نوعي مقارنة بالمرات السابقة، لأنه في المرات السابقة كان دائما يأتي في المحيط أو في مناطق قريبة، وحتى بعض الأحيان يقع خارج الحقل أو بمسافات قريبة جدا من الحقل، لكن هذا المرة كان الاستهداف دقيق والإصابات كانت كبيرة، وكذلك هنالك تعطيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، باعتبار أنه حقل كورمور هو الأكبر في إقليم كردستان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز في هذه المنطقة الحساسة الموجودة في قضاء شمشمان والقريبة عن محافظة كركوك. طيب، أنباء أولية تقول أن هنالك نعم مخلد، يعني السلطات في إقليم كردستان صرحت بأنها تم فقدان 2500 ميجا وات من الكهرباء، كيف أثر ذلك على السكان والشارع في السليمانية؟ يعني أمكن كما ترين أمامي وسأسحب سحب قليلا، هذا شوارع السليمانية اليوم كما ترين الشارع مظلم، وانا اخترت هذا الشارع تحديدا لان هذا شارع رئيسي في المدينه، باعتبار انه هنالك انخفاض في مستوى تجهيز الطاقه الكهربائيه بدا من ساعات، يعني بعد ساعات قصف الحقل، وكانت النتيجه انه الان تعمل يعني اغلب المناطق التجاريه، هذا شارع تجاري طبعا، تعمل بالمولدات الكهربائيه بجراء فقدان الطاقه الكهربائيه المزوده من قبل هذا الحقل لمدينه سليمانيه وباقي مدن الاقليم. نعم، مراسلنا من السليمانية مخلد محمد، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.